فريق شباب الوزاد في الدقائق الأخيرة، كيف شاف السينابي الكوكي مباراة اليوم ضد فريق الترجي التونسي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وخسارة الكرة ما فيش منطق كما سمعتوا. دونك اليوم يمكن عملنا أحسن ماتش من بداية السيزون، عملنا فيه سورتو لي بلون معناها ليكيب اون بلاس، اون ايتي اون بلاس، اون ابريسي هو، اون اكري دي زوكازيون، اون ايتي با اون دونجي في تقريبا ما عدا اون سيتياسيون ولا دي سيتياسيون، باقي كل ما كناش اون دونجي. بون كي ضيع كرة كيما هكاك، بون الكرة ما حبش زيد، ثم لي دو اوكازيون معناها في العارضة، لوكازيون الأخرى على ليني دو فون، كيف ثم دي سيتياسيون في 18 متر كيف كانوا يتماركاو. ولكن كي تشوف السي ار بي كيما تلعب اليوم ما تخافش عليها. سي ار بي نورمال بقدرة ربي، قدرة ربي اون فا باسي ان شاء الله، لانه اذا كان نلعبوا بالفوليوم تاع اليوم ونلعبوا بالمردود تاع اليوم، سي ار بي معناها اخذت بالي واحده اخرى. مونافي انا قلت انا تو اليوم عندنا تقريبا 15 ماتش في الشامبيونا، هذا لو سيزيام ماتش في الشامبيونز ليغ معناها من ليزيميناتوار. انا مونافي سي لو ميور ماتش، سي لو ميور ماتش اللي تحس سي ار بي تي ليكيب رزينه. بون بعد تدخل ان اكسبلو انديفيديوال تقريبا من نونغل فيرمي، بوتيت تتعاود برشا مرات من مركز جات في فيلي، دونك هذه كوره ولا غلب. دونك ان شاء الله اللي ضيعناه اليوم نمشيو نجيبوه من ليبيا، لانه يفو فير ريزولتا بوزيتيف في ليبيا مع معناها ضد فريق المريخ. ولكن مبروك للترجي مره اخرى، لانه زاد هو عنده لاعبين كما قلت البارح انا في الندوه الصحفيه، عنده لاعبين اكسبيرمونتي، عنده لاعبين نتاع منتخب تقريبا 11 لاعب منتخب تقريبا ما عدا لاتاكون، الباقي الكل يلعبوا في المنتخب، كسوا المنتخب التونسي والمنتخب الليبي. دونك عندهم اكسبيريونس كبيره، لاعبين تقريبا ماتش تشامبيونز ليغ اكيد جدا. وانهم معناها ثم شفنا الفرديات نتاع الهوني، معناها كوره تقريبا اونجل فيرمي، دونك عمل لا ديفيرونس بور نو. معناها ما لزمناش الاولاد، انا حتى الاولاد معناها مش الاولاد معناها غذوني، لانهم عملوا مجهودات كبيره، عملوا ايزون فورني ديزيفور كبار، وعملوا ابليكاسيون تكتيك خشينا برشا معناها. دونك ابليكاسيون تكنيك تقريبا الاسبيرونس حتى جمعيه ما خلقتها كيما هكا. الاسبيرونس هي الدومين، هي الكونسيرف لابار، معناها الكونسيرفاسيون في عند اسبيرونس تقريبا من 60-65% فما فوق. شفنا اليوم براتيكمون انا معناها حرمناها من الكوره، انا بريسيو سي با فاسيل، وبريسك 90 دقيقه وصلنا حتى انا بريسيو. بون بعد قبلنا هدف ما سجلش، سي نورمال تستنى، كنت ضد فريق كبير نجم تستنى ان شيك اللي جا هو جات الكوره نتاع الهوني. كيما مره اخرى مبروك للترجي، بالنسبه نحن مازالت حظوظنا وافره، وفي الاخير نحن اون دوزيام بلاس. دونك سي فري حبينا الجمهور هذا، سورتو عندنا برشا ما لعبناش في 5 جويي بالجمهور هذا، حبينا نفرحوا الجماهير. وزاد نحن خاطر الربح اليوم يعطيك با كبيره القدام، ولكن قدر الله مشى فعل، مازالت حظوظنا وافره. ديجا كيما قلت لكم نحن في المرتبه الثانيه، ومازالت عندنا مقابلات ان شاء الله. المباراه الاخرانيه نهنيوا بعضنا بالترشح ان شاء الله لانكاردو فينا.